الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1967. تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1967 كجزء من حركة القوميين العرب، وكان على رأس زعمائها جورج حبش وأبو علي مصطفى ووديع حداد وغيرهم. بدأت الجبهة يسارية ماركسية، وانضمت إلى منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وكان أمينها العام منذ التأسيس وحتى عام 2000 هو جورج حبش. تعتبر الجبهة الشعبية من أبرز التنظيمات اليسارية، والتي تتبنى الكفاح المسلح لتحرير فلسطين. وقد عرفت الجبهة برفضها للاتفاقيات التي تراها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني. تعد الجبهة الشعبية أول فصائل المقاومة من حيث الأعمال النوعية، فهي أول من فجر حزاماً ناسفاً في القدس ليسقط عشرات الإسرائيليين قتلى، وهي أول من استخدم سلاح خطف الطائرات ومبادلة الأسرى بقيادة وديع حداد وليلى خالد، وأول من استخدم قذائف الهون ضد مستوطنات إسرائيل من القطاع، وأول من أطلق الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية. من أهم المحطات التي مرت بها الجبهة الشعبية خلال انتفاضة الأقصى حادثة اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى عام 2001، والذي ردت عليه باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زائفي. وتعتبر هذه العملية من أهم العمليات التي أوجعت إسرائيل، وتصنف العملية الأولى من نوعها على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي لما قامت به من استهداف لواحد من قيادات إسرائيل. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.